احنا وقفنا الحصة اللي فاتت، او احنا كنا بنتكلم الحصتين اللي فاتوا عن بلانت نيد او بلانت نيد اللي هو احتياجات النبات، وقلنا ان البلانت بيعمل فوتوسينثيس بروسيس، عملية البناء الضوئي اللي هي بيحصل منها جيت ايه ميك ذير اون فود. ثواني يا جماعة، دي واحدة. بيحصل منها على الميك ذير اون فود، بيعمل منها الغذاء بتاعه. بياخد ايه؟ بياخد الكربون داي اوكسيد من الاير، وبياخد الووتر من السويل، ولازم البلانت ده يكون لونه جرين بلانت، وبياخد السان لايت، اشعه الشمس، ابزورب سان لايت، وبيعمل الشوجر اللي هو الفود بتاعه، وبيطلع لنا اكسجين جاز اللي هو غاز الاكسجين. تمام، ده كده شرحناهم بالتفصيل. بعد كده خدنا الاستراكشر بتاع البلانت، وقلنا اول استراكشر عندنا او اول تركيب عندنا هيكون الروتس، والروتس ده وظيفته اللي هي فيكس بلانت ان سويل، ابزورب ووتر اند نيوترينت فروم سويل. اول حاجه بيثبت البلانت في السويل، تاني حاجه بيمتص. ثواني يا جماعه، دقيقه واحده، خليكم معايا دقيقه واحده. خلاص يا جماعة، بس خدوا بقى عشان خلاص. يبقى اول حاجه فيكس بلانت ان سويل، ابزورب ووتر اند نيوترينت فروم سويل، هنمتص الووتر والنيوترينت فروم سويل، هيثبت النبات. قلنا مع الروت، في طبعا الروت هير اللي هي الشعيرات الجذريه، طالع من الروت هنا، الروت الاساسي اهو طالع منه شعر هير، دي بيعمل ايه؟ برضو ابزورب ووتر، بس بيزود انكريس ابزورب ووتر، بيزود امتصاص الميه. ليه؟ لان الروت بيمص، وهو كمان بيتشعب في اماكن كتير في السويل، فبيمص ميه من ايه، من اماكن كتير، فبيزود كميه الميه الممتص. تمام يا جماعه. بعد كده خدنا الاستراكشر التاني اللي هو الستيم الساق، وقلنا ان الساق دوت موجود كاري، اول حاجه كاري ووتر اند نيوترينت فروم روت تو سويل، اللي هو بعد ما الروت ابزورب ووتر، هتمتص الووتر، هيجي دور مين؟ هيجي دور الستيم، ان هو هياخد بقى الووتر من الروت يديها لليفز، للورقه، عشان الورقه هي اللي بيحصل فيها عليكم. ازاي. يعني مين دخل؟ خلاص. يبقى الستيم بيشيل الووتر، كاري ووتر اب، بيطلعها فوق من الروت يوديها لليفز، ان الليفز هيحصل فيها الفوتوسينثيس بروسيس، عمليه البناء الضوئي، فلازم الميه توصل لها. طيب ايه بقى الفصل او الوعاء او الانبوبه اللي هيمشي فيها، الميه، اللي هي اسمها اكزايلم. التيوب ده هيبقى اسمه اكزايلم، والاكزايلم دوت او زايلم ده فيصل وعاء كده زي انبوبه، بتطلع الميه فوق من الروت، تروح لمين؟ للليفز، وده هناخده بالتفصيل دلوقتي الدرس ده. تمام. طب ايه تاني حاجه بيعملها الستيم؟ ان هو بيعمل سبورت للبلانت، بيدعم البلانت، بيخليه واقف قوي كده. تمام. طيب ايه انواع الستيم، او ايه انواع الستيم اللي موجوده معايا او اللي انا بشوفها؟ كنا اخدناها الحصة اللي فاتت، قلنا ان انا عندي
الفلاور كده بلاقي الستيم واقف لفوق، او اي نبات يعني الشجر التري بلاقي الستيم بتاعه عبارة عن ايه، وود خشب، اللي هو الجذع الخشب ده، ده الستيم بتاعه. طيب الورد والحشائش اللي بتبقى واقفة، فدي بتبقى نوعها ابرايت. اما بقى في نوع تاني كلايم، كلايم يعني متسلق، يعني ان هو بيطلع على الحيطة. بحبه. خلاص ثواني هجيبها لكم. ايه اهو ادي اول نوع عندي، التري وود، الستيم بتاعنا وود ستيم. عندي الفلاور او معظم النباتات، موست فلاورز او موست معظم النباتات اللي عندي ابرايت، ابرايت يعني طالعه لفوق. بعد كده عندي سام بلانتس، بعض النباتات كلايم، زي اللي هي زي مين، الفينز والجرابس. الجرابس اللي هو العنب ده، الورقه او الستيم متسلق بيطلع على الخشب، يلف على الخشب وبيطلع على الحيطه. اما اللي هو ريم احمد، ايوه يا ريم، لا يا ميس، ما عنديش سؤال، انا رافعة ايدي علشان لو حضرتك خليتي حد يجاوب. خلاص تمام ماشي. احنا بس بنعمل مراجعه سريعه على الحصه اللي فاتت وهنخش في الدرس الجديد وهسال. خلاص طيب، some steam extend up underground، بعض الستيم بتمتد تحت الارض، اللي هي تيوبرز بلاقيها تحت الارض اندر جراوند. زي مين؟ ادي اهي البوتيتو والسويت بوتيتو، بلاقي الستيم بتاعتها طالعه من البطاطسايه ذات نفسها، فبنلاقيها معظمها بتبقى تحت الارض مش شايفينها. خلاص طيب، بعد كده البطاطسايه بيبقى فيها عيون كده حمراء، هي دي لما بتزرع بتطلع بعد كده ايه الدرانات بتاعتها، اسمها تيوبرز. بعد كده في بقى some plants extend above along of the ground، في بعض النباتات بتلاقيها ممتدة فوق الأرض، اسمها رانر، اسمها رانر اللي بتجري. يعني بتجري ليه؟ لأن الستيم نايم على الأرض، مش طالع لفوق، هو نايم على الأرض، فكل ما بيكبر كأنه بيجري كده، يعني بيمشي extend، بيمتد فوق الأرض. دي أنواع الستيم عندنا. خلاص بعد كده خدنا الليفز، قلنا الليفز فيها كلوروفيل. مين فاكر بقى الفانكشن بتاع الكلوروفيل اللي احنا خدناه؟ حد حضر معايا الحصة اللي فاتت؟ ريز يور دي هاند. انا اول حصة عليا. دي اول حصة. لا يا ميس، طب اللي ما حضر حضرناش يقول لي خالص. الكلوروفيل، وات فانكشن اوف كلوروفيل، ايه وظيفة الكلوروفيل اللي عندي؟ ريز يور هاند. ريم، ريم اول حصة ولا حضرتش معايا الحصة اللي فاتت؟ لا، اول حصة مع حضرتك. طب تمام ماشي، هسألك في من اول الجديد. حصة ما حضرتش مع حضرتك يا ميس. ماشي، انتوا وظيفته ان هو بيعمل ابزورب لأشعة الشمس وبيخلي البلانت ممتازة يا جرين. جوري، جوري جوري ممتازة. انت حضرتي معايا الحصة اللي فاتت صح؟ تمام، ان هو بيعمل ابزورب الكلوروفيل، ده هو اللي بيدي اللون الجرين للبلانت، للورقه. الورقه لونها اخضر، ليه لونها اخضر؟ عشان انا فتحت الورقه من جوه هلاقي ماده اسمها كلوروفيل، ماده هي دي اللي بتدي الورقه اللون الجرين. تمام طيب، طب انا عايزه اللون الجرين ليه؟ علشان اللون الجرين ده هو اللي بيعمل ابزورب للسانلايت، هو اللي بيمتص اشعه الشمس. تمام، يبقى لو النبات مش لونه جرين مش هيعمل ايه، مش هيعمل فوتوسينثيس بروسيس. ليه؟ لان اصلا اللون الجرين هو اللي بيعمل ابزورب، هو اللي بيمتص، لكن باقي الالوان ما بتمصش ضوء الشمس. يبقى انا محتاجه الكلوروفيل ليه؟ علشان ابزورب سان لايت، يمتص اشعه الشمس ويعمل الفوتوسينثيس بروسيس. طب لو ما فيش كلوروفيل يبقى مش هيعمل، مش ابزورب، دونت ابزورب سان لايت ودونت ميك فوتوسينثيس بروسيس، والنبات مش هيعمل عمليه البناء الضوئي. طيب الفوتوسينثيس بروسيس مكانها فين؟ في الليفز، في الورقه. يبقى انا باخد بياخدوا الووتر من الروت،
والستيم يطلعها للليفز، والليفز بتاخد من الاير الكربون داي اوكسيد عن طريق فتحات حوالين الليفز. مين فاكره من اللي حضر معايا الحصه اللي فاتت؟ سمادة. استوماتا. اكسلنت. استوماتا اللي هي ايه؟ البورس، في فتحات صغننه كده في الورقه. absorb water. ايوه. لا، مين الاستوماتا؟ مش ابزورب ووتر، الاو بتسمح ان الجازز موف انتو اند اوت اوف اوف ايه ذا بلانت، بتسمح بالانغازات تخش او تخرج ايه من الليف، زي النقص بتاعتنا، زي مناخيرنا كده. مناخيرنا بتدخل الاكسجين وبتطلع الكربون داي اوكسيد. نفس الكلام الفتحات اللي موجوده، بس دي فتحات صغننه انا مش بشوفها بعيني، اهي فتحات كده فوق الورقه، هلاقي فتحات صغننه خالص. دي بتعمل ايه؟ الاو، بتسمح ان الجازز الغازات باس او موف اوت او انتو، لا اما تمشي تخش جوه او تطلع بره، بره الورقه. زي بالظبط في الفوتوسينثيس بروسيس، هيدخل الكربون داي اوكسيد ويطلع الاكسجين، تمام. فعمليه الريسبيريشن بالليل بقى هيعمل ايه؟ هيدخل الاكسجين ويطلع الكربون داي اوكسيد. يبقى لما تيجي تاكل الصبح وتعمل الفوتوسينثيس بروسيس، هتخلي الليفز الورقه تطلع، تاخد الاستوماتا دي هتاخد الكربون داي اوكسيد، ولما تعمل الفود بتاعها تطلع الاكسجين، فهيطلع من الاستوماتا. ايوه. فالبورس، اول ما يقول لي it is pores، بورس يعني فتحات صغيره، in service of plant leaf، موجوده على ورقه البلانت. الاو، بتسمح ان الجازس، مين اللي هتسمح ان الجازس move into and out of the plant، تخش وتخرج في البلانت، اللي هي مين؟ مين يا شباب؟ تمام. استوماتا. لا تمام. استمعت الاستوماتا سمعت. اللي هي ايه؟ الصور. طيب نيجي بقى لدرسنا النهارده، ان احنا هنشوف بقى السيستم اللي جوه البلانت، اللي بينقل ترانسبورت، بينقل الفود وبينقل الووتر وبينقل النيوترينت، العناصر الغذائيه، بيوديها لجميع اجزاء البلانت. انا دلوقتي الاول حاجه هتعرف على السيستم اللي عندي انا في جسمي. انا كانسان عندي جهاز اسمه سيركيلاتوري سيستم، الجهاز الدوري، وجاي من اسمه كده، سيركيلاتوري يعني جاي من كلمه سيركل، دايره، يعني هو بيمشي في دايره. طب بيعمل ايه الجهاز السيركيلاتوري سيستم ده؟ او متكون من ايه؟ متكون من هارت، متكون من هارت، ومتكون من بلاد، دم، وبلاد فيسلز، اوعيه دمويه. انت الدم بتاعك مش بيمشي كده في جسمك، ماشي في انابيب، فهو فالسيركيلاتوري سيستم ماشي في بلاد، وبلاد ايه؟ vessels. فيسلز. خلاص. طب بيعمل ايه بقى الهارت؟ خلاص. الهارت بيعمل ايه؟ الهارت ده عبارة عن إيه؟ القلب ده حاجة. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مس، هو ممكن تعيدي حضرتك على السريع عشان انا لسه داخله؟ تمام. انا مسجلة، خلي بالك مسجلة الحصة، هبعت لك التسجيل. تمام. ماشي. احنا كنا بنراجع مراجعة سريعة للحصة اللي فاتت، ودلوقتي داخلين في الدرس الجديد. بنقول ان احنا عندنا في جسمنا في سيركيلاتوري سيستم. سيركيلاتوري سيستم يعني جهاز دوري. جهاز دوري بيعمل ايه السيركيلاتوري سيستم ده، او وظيفته ايه؟ ترانسبورت، بينقل البلد تو اول بودي بارتس، بينقل البلد بتاعتك، ترانسبورت يعني بينقل البلد لاول بودي بارتس، لجميع اجزاء الجسم. ميس، واحنا في لسه كام؟ ده لسه مش ل... بس انا احنا لسه في كونسبت 1، انما ليسون كام هشوفه لك في الكتاب ده. انا ميس، بمشي هو اسم بالكونسبت. قناة حضرتك ايه؟ نعم.
قناة حضرتك اسمها ايه؟ جيهان جمعة على اسمي. انا ما هبعت لك التسجيل، هتلاقي دي القناة تمام، شكرا. التسجيل. بحط الفيديو على القناة بتاعتي، فانت لما هبعت لك الفيديو هتخش على القناة على طول. خلاص طيب. السيستم ترانسبورت بلاد تو اول بودي بارتس. السيستم الجهاز دوت وظيفته ترانسبورت. ترانسبورت يعني ينقل البلاد تو اول بودي بارتس. البلاد ده المفروض هيمشي في جسمك كله، هيوصل لك الاكسجين وهيوصل لك الفود لكل حته في جسمنا، تمام؟ طيب، وياخد من كل حته في جسمنا الويستس الفضلات، ويديها الاورجنز معينه تخرجها لنا بره الايه؟ بره جسمنا. زي السكن كده هيديها الميه الزياده تخرجها على هيئه سويت عرق. زي اليورناري سيستم الجهاز البولي هيدي له الميه والاملاح الزياده هيخرجها على هيئه بول، تمام؟ فده اسمه او زي الكربون داي اوكسيد هيديها لللونجس، هيديها لللونجس شيرلي كده، هيديها لللونجس يخرجها من ايه؟ من النوز، تمام؟ طيب البلد ده عشان يمشي لازم يمشي في بلاد فيسلز انابيب، تمام؟ ومين اللي هيمشيه؟ ما عندوش رجلين يمشي بيها، لازم حد يزقه يضخه زي ايه؟ زي المضخه كده. يعني مثلا احنا لو مسكنا ازازه فيها ميه وضغطنا على الازازه جامد، مش الميه بتطلع لفوق؟ ها يا جماعه، مش الميه بتطلع لفوق؟ ريمس تمام، يس نفس الكلام. الهارت بيعمل كده، بيضغط على الهارت وهو بيدق بيعمل كده ايه؟ بيضغط على الدم فبيخليه بامب، يدفعه لاول بادي بارتس، يرجع يدفعه في الانابيب، يمشي في البلاد فيسلز يروح لجميع اجزاء الجسم. وبعد كده لما القلب لما بيجي بيدق بيضغط، وبعدين بيرجع تاني زي ما كان. اول ما يرجع تاني زي ما كان البلاد يرجع له تاني من جميع اجزاء الجسم وهو شايل الفضلات. طيب البلاد فيسلز دي مقسومه لنوعين، ودول بقى اهم جزء عندنا، اهم جزء نعرف ايه وات فانكشن اوف سيركيلاتوري سيستم. ايه وظيفه السيركيلاتوري سيستم؟ بس هو احنا لازم نحفظ كلمة circulatory system. عشان ممكن تيجي لنا في الامتحان. دي من الكلمات المهمه، سيركيلاتوري سيستم. سيركل زي كلمه سيركل كده، تمام؟ جاي قريبة جدا من كده. طيب what function of circulatory system؟ ايه وظيفة السيركيلاتوري سيستم؟ مين The system نعم transports blood to open body. Can ممتاز. طب اختار transport blood to all body parts. تمام. نسمع ملك. طيب يلا يا ملك، مش هو ده الصف الكام؟ الخامسة، سنة خامسة. The system transports blood to all body parts. انت سنة كام اللي بيسأل؟ خمسة. طيب ما ده سنة خمسة. خلاص، يبقى ده سيستم ترانسبورت بلاد تو اول بودي بارتس. ترانسبورت بينقل البلاد تو اول بودي بارتس لجميع اجزاء الجسم. طيب البلاد فيسلز اللي عندي الانابيب متقسمة لنوعين، ليه؟ لان انا عندي دم شايل فود وشايل اكسجين وعايز يروح يديها للجسم، وعندي بلد تاني راجع من الجسم معاه ويستس فضلات. ينفع الاتنين يمشوا في مكان واحد؟ ينفع؟ نو no. نو. ليه؟ هيتلخبطوا على بعض. زي كده انت عندك مواسير بتجيب لك ميه حلوه تشربها، ومواسير تانية بتاخد منك الميه اللي هي نازله من الصرف اللي انت استخدمتها، الميه الوحشه راحه للصرف الصحي. ينفع الماسورتين دول، يعني الميتين دول يمشوا في ماسوره واحده؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش، ما عشان ينفعش. كده هيلخبطوا. فنفس الكلام انت في جسمك عندك تو بلاد فيسلز، نوعين من البلاد فيسلز. بلاد فيسلز بيشيل البلاد من الهارت من القلب يوديه لاول بادي بارتس، يوديه لجميع اجزاء الجسم، واخد الدم من القلب ويروح يوديه لاول بادي بارتس. ده مين ده بقى؟ ده اسمه ارتري، الشرايين، ارتريز. اسمها ايه بقى؟ البلاد فيسلز اللي كاري بلاد، أرتريس ارتريز اللي كاري بلاد.
carry blood rich with oxygen and nutrient from heart to all body parts. اللي بتشيل البلاد اللي ريتش اللي مليان اكسجين ومليان نيوترينت عناصر غذائيه يعني غذاء مهضوم من الهارت الاول بادي بارتس اسمها ارتريز. اسمها ايه يا حلوين؟ Arteries. ارتريز. تمام. طيب البلاد فيسلز بقى اللي ريتيرن باك اللي راجعه من الايه راجعه من البادي ريتيرن باك بادي بارتس وشايله البلاد كاري كربون داي اوكسايد باك تو ذا هارت اللي هي راجعه بقى للقلب ومعاها البلد ماله كاري كربون داي اوكسيد شايل الكربون داي اوكسيد اللي هي الفضلات اللي عايز يخرجها دي اسمها فينز. اسمها ايه؟ Beans. فينز. Beans. ودول لازم نحفظهم كويس جدا. الارتري اللي هي from heart to all body parts، الفينز من all body parts to ايه؟ to heart راجعه للهارت. دي شايله الارتريز شايله كربون دايوكسيد شايله اكسجين ونيوترينتس رايحه بيهم للجسم عشان تفيدهم تديهم الغذاء اللي هم عايزينه. اما الفينز فهي شايله كربون دايوكسيد واخداه من الجسم من اول بادي بارتس عشان تطلعه بره الجسم عشان هو ماده ضاره ما ينفعش تقعد جوه الجسم سامه فلازم تخرج بره الجسم. تمام كده؟ يبقى انا عندي تو بلاد فيسلز ارتريز وفينز دول في السيركيلاتوري سيستم. تعالوا بقى نقارن الكلام ده في البلانت بقى، نخش البلانت جوه. ثواني كده. اجي اهو لو تلاحظوا ادي صورة اهي للسيركيلاتوري سيستم عندي. ادي اهو ادي الهارت اهو في النص وادي الازرق اللي هو شايل البلد اللي فيه الكربون داي اوكسيد. دي هدايا. ميس، ايوه هو الفين اللي بيكون أزرق ولا أحمر؟ ازرق اللي هو شايل الكربون داي اوكسيد بيبقى ازرق، انما الاحمر اللي شايل الاكسجين اللي هو الارتري. تمام، تمام. شكرا. فالارتري ده طالع من القلب رايح لاول بادي بارتس، وبعدين من الاول بادي بارتس وراجع للقلب اللي هو مين؟ الفينز اللي هو لونه ازرق. هتلاقي الهارت فيه نصين، نص رايت ونص ليفت، رايت وليفت يمين وشمال. الرايت هتلاقي لونه ازرق ليه؟ لان الفينز جايبه الدم اللي فيه الكربون داي اكسيد ورايحه للهارت وبتصب في الجزء الرايت. اما الجزء الليفت فهي مين؟ فهي الارتري واخده الاكسجين الأول والنيوترينتس ورايحه بيهم لاول بودي ايه بارتس. طيب نيجي بقى نقارن نفس الكلام ده، هنلاقي برضو في سيستم عندي موجود في البلانت. البلانت في تو فيسلز، في انبوبتين، في انبوبتين واحده مهمتها انها تاخد الووتر تطلعه من الروت للليفز، دي الاكزايلم اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، انها المفروض ان هي هتاخد الميه وتطلعها لفوق. يبقى دي الزايلم ده او الاكزايلم ده الدايركشن بتاعه اتجاهه الاب لفوق، الحاجه طالعه لفوق. اما الفوليم، الفوليم دوت بياخد بعد ما بياخد الليفز تعمل الفود بتاعتها، بعد ما الورقه تعمل الاكل تعمل الفوتوسينثيس بروسيس وتعمل الفود، فهي هتاخد الفوليوم ده هياخد الاكل ده ويوزعه بقى على النباتات كلها علشان معايا يا جماعه علشان يستفادوا بالاكل ده. مش الليفز هي اللي هتصنع الاكل، ميك فود، الورقه هي اللي هتعمل الاكل عن طريق الفوتوسينثيس بروسيس عمليه البناء الضوئي. طيب الاكل ده هيفضل في الورقه كده بس ولا الستيم عايز ياكل والروت عايزه تاكل؟ الاستيما عاوزة تاكل. عشان ياخدوا انرجي، عشان ياخدوا طاقة ويعرفوا يشتغلوا. فهضطر ان الورقة تدي للفوليم، الليفز بقى هتدي للفوليم الفود ينزله تحت، ينزله يدي شوية للستيم ويدي شوية للروتس. يبقى انا عندي تو فيسلز انبوبتين
واحدة ترانسبورت ووتر اند نيوترينت فروم روت تو ايه؟ تو ليفز. من الروت للليفز يعني اب طالع لفوق. والفوليوم هياخد الفوليوم ترانسبورت من الليف الفوت من تول السيم والروت. برافو ممتاز. هياخد الفوليوم من الستيم من الليفز هيديها لمين؟ للستيم والروت او اول بلانت بارتس او اول بلانت بارتس جميع اجزاء النباتات هيروح يوزع عليهم. يبقى ده الدايركشن بتاعه الاكزايلم اب، وده الدايركشن بتاعه ايه؟ داون. واحد طالع والتاني ايه؟ نازل. نازل. تمام. يبقى ده كده ايه؟ ده كده الترانسبورت سيستم، جهاز النقل اللي موجود فين؟ اللي موجود في البلانت. زايلم اللي هو ووتر اند نيوترينت موف اب، هيمشي فوق فروم روت تو ليفز. اما الفوليوم فكاري كلوكوز الفود كاري بتاع. بصوا بقى معايا عشان ايه، دي هتجيلنا كتير في الامتحان نبقوا عارفين. كنت قلت لكم قبل كده في اول حصه ان الفود الاكل اللي هتصنعه البلانت هو نوع من انواع الشوجر، من انواع السكر. تمام. او ممكن النشا بس الستارش. فممكن هيجي لنا الفود ده يقول لك كولوكوز، عارفين الكولوكوز نوع من انواع السكريات، ايوه، السكر حتى كولوكوز. في بسكوت بيتصنع من السكر ده. ايوه كولوكوز اللي هو السكر ده، ده نوع، ده الاكل بتاع مين؟ بتاع البلانت. بعد ما ياخدوا الكربون دايوكسيد والووتر هيعملوا كولوكوز. وفي شوجر، ممكن بدل ما اقول كلوكوز اقول شوجر، وفي هقول مثلا ستارش، بس اللي هيقابلنا اكتر كلوكوز شوجر. فود ده دي انواع اكل مين؟ اكل البلانت. يبقى الفوليوم هنا عندي الفوليوم هنا وظيفته ايه؟ كاري كلوكوز او كاري فود، هيشيل الكلوكوز او هيشيل الفود او هيشيل الشوجر داون وورد الاسفل into other part of plant. هينزل الاكل ده من الليف، هينزله تحت لجميع اجزاء النباتات على النبات علشان يستفيدوا منه يا ايه، وياخدوا الانرجي. فهمنا الجزئيه دي يا جماعه؟ أيوة يس. يا مس. في حد عايز اعيدها له تاني؟ أنا قول يا مس. انا جزئيه اعيدها لك. زايلم وفولم. بقدر أكتب. الزايلم والفوليوم. شفت عندنا بقى مين طب اللي معايا اللي بيتكلم؟ أنا هسيب. أنا أصلا مش مين؟ ماشي يا سيدي. اللي عنده صوت يا ريت يقفل المايك معلش. ماشي يا سيدي. طب انت فاهم الارتري، فاهم الارتري وفاهم الفين يا ياسين؟ فهمتهم؟ خلاص مفيش صوت. سامعني؟ مين اللي بيقول مفيش صوت؟ سامع يعني ياسين فاهم الارتري والفينز. تمام. ان واحد بياخد من الهارت يودي الاول بادي بارتس، والتاني بياخد من الاول بادي بارتس يودي لمين؟ للهارت. نيجي بقى للبلانت. البلانت فيه انبوبتين، يعني انا لو فتحت الستيم، لو انا فتحت الستيم ماشي روح، لو انا فتحت الستيم هلاقي انبوبتين صغيرين، واحده بتطلع بتطلع الميه لفوق، بتاخد من بتاخد الووتر من الروت توديه للليفز للورقه، وانبوبه تانية هلاقيها نازله لتحت بتاخد الكلوكوز او الفود من الليفز. بعد ما الليفز تعمل الاكل بتاعها هتاخد الفود ده وتعملوا ايه؟ وتنزلوا داون وورد، تنزلوا الاسفل. تمام كده يا جماعه؟ فهمنا الجزء ده؟ اوكي فهمت يا ايوه يا ياسين؟ مس. يبقى شكرا. يبقى في فيزل، في تيوب او فيزل، ممكن ممكن يجي لي في الرايت ساينتفك تيرم يقول لي فيزل. فيزل يعني انبوبه او وعاء. بس ممكن حضرتك تقولي اسم الأنابيب اللي في البلانت تاني؟ مش ما هو من بعيدة، ممكن يقول لي فيزل او تيوب وعاء او تيوب انبوبه. في زايلم وفي فوليم. زايلم اللي هو كاري ووتر اب،
شايل الووتر لأب من الروت للليفز، ده اسمه اكزايلم او زايلم، ليه نطقين، ممكن زايلم وممكن ايه اكزايلم، ده اللي موف اب، موف ووتر اب، بيشيل الميه لفوق بيرفعها لفوق. الفوليم، فوليم فوليم، ده كاري كولوكوز، بيشيل الكولوكوز داون وورد لاسفل، او بيشيل الفود، مش عارف كلمه كولوكوز اقول كاري ايه، فود داون وورد اسفل، بياخد الميني ليفز يودي لايه، لاول بارتس اوف ذا لاند. تمام تمام يا جماعه، تمام يا تمام. مس. هناخد اسئله رايت ساينتفك تيرم برضو عشان نشوف الجزئيه دي. ما لقيتش، الناس مذكرة اللي حضرتك بتشرحها منها ممكن تنزليها بنزلها، جروب اه محلها؟ بنزل بنزلها كل حصه، انا خلي بالك كل حصه انا اوكي بنزلها، هنزلها النهارده ان شاء الله عشان احنا كل حصه بناخد منها جزء. نيجي بقى النهارده، نيجي بعد ما خلصنا السيستم ده ترانسبورت سيستم، هنخش على جزء تاني اللي هو البلانت ريبرودكشن. يعني ايه ريبرودكشن؟ يعني بيتكاثر، يعني بيجيب نيو بلانت، ميك نيو بلانت، يجيب نباتات جديده. يعني مثلا احنا خدنا يا مس ده في جريد 4 بس ما تعمقناش فيه قوي يا مس. ايوه، اللي هو ان انا بزرع البلانت، بزرع البلانت ازاي؟ ان انا بجيب السيد البذره صح، وبحطها في السويل، والبذره دي بتكبر بعد كده، جيرمينيتنج يعني بتنمو، فاكرين كلمه جيرمينيتنج اللي احنا اخذناها؟ او بس كنا بناخده في الكونكت. لا اخذناها برضو في اول حصه او الحصه اللي فاتت، جيرمينيتنج اهي هجيبها لكم، كاتباها هنا خدناها الحصة اهي، كنا خدناها السنة اللي جيرمينيتنج فاتت في الكونكت. يعني نمو النباتات. ثواني يا جماعه، واحده يعني السنة دي هناخدها والسنة اللي فاتت خدناها في الكونكت. ده جيرمينيتنج اللي هي ايه، النمو، او اللي هي نمو البلانت، ان السيد بتطلع سبراوت، بتطلع برعم، يعني بينبت، ان انا بجيب فول او بزرع ايوه انت قلت بيطلع لنا زرعه الناس صغيره. في المره اللي فاتت قلت لنا برضو عن مشروع كده كان برضو قايله لنا في سنه اولى. اه ايوه احنا خدناها كتير في سنه اولى. تمام، فاحنا بنتكلم بنقول هو البلانت ازاي بيعمل ريبرودكشن، ازاي بيتكاثر، ازاي ميك او بروسيس. يعني ايه ريبرودكشن؟ دي بروسيس، عمليه ميكينج نيو بلانت، بيجيب نباتات جديده. طب بيجيب نباتات جديده ازاي؟ يعني البلانت بيطلع لي سيد، السيد البذره دي انا بجيبها منين؟ مش بجيبها من البلانت يا جماعه، بجيبها منين؟ في البلانت من البلانت. طيب انا جزء بقى اللي بميك سيد، مين الجزء اللي بيصنعني السيد؟ يعني السيد دي لو انا دورت في البلانت، مين الجزء اللي بيطلعها لي؟ هلاقي الفلاور، الورده، الورده بتاعت البلانت هي اللي مسؤوله ان هي تجيب لي سيدز، بذور بس ينفع ريبرودكشن. أقول حاجة؟ قولي يعني هي الفلورة عشان لما يمس يجي النحل بيقف على زهرة بياخد السيد وبعدين بقى بتقع اه، وبتزرع حاجات جديدة. بيوديها مكان جديد. هو النحله بتاخد الرحيق أيوة. بتاعها عشان تجيب عسل، وفي نفس الوقت بتاخد السيد دي او اللي هي حبوب اللقاح، بتنقلها من زهره لزهره عشان يطلعوا لي سيد. يعني هي بتساعد برضو في التكاثر. فالفلاور هنا الورده، لو انا شلتها من النبات، النبات مش هيعمل ريبرودكتيف. يبقى الفلاور، وات فانكشن اوف فلاور، ايه وظيفه الفلاور عندي؟ reproductive part، الجزء التكاثري of many plants، لمعظم النباتات، هي اللي بيحصل فيها التكاثر، هي اللي بتطلع لي السيد، او هي make seed، او make ايه seed، make seed. فاضل 4 3 دقايق وهنفصل وهندخل تاني على نفس اللينك، هبعته لكم تاني. يبقى مش طب هو احنا المفروض هنخلص الساعة كام؟ لا هناخد الجزئية دي بس، تمام. ماشي. يبقى الفلاور ار برودكتيف بارتس اوف ميني
بلانت. يبقى الايه هي الفلاور وات فانكشن اوف فلاور؟ ريبرودكتيف. ريبرودكتيف ار ميكسيد. ميك سيد. ممكن نحطها بين قوسين كده. ثواني يا جماعه دي واحده. معتز هنكتب ايه؟ ميك سيد. ثواني بس اشحن اللابتوب. ثواني خليكم عادي. خلاص ميك سيدز بيصنع ايه؟ بيصنع البذور. هي يبقى وات فانكشن اوف فلاور؟ يلا اللي عارف ريز يور هاند. وات فانكشن اوف فلاور؟ ايه مس وظيفة ممكن اقول الفلاور؟ نقول لنا، لنا عمرو، لنا ميك سيد ميك سيد. طب نقوله تكاثري، يعني ايه ريبرودكتيف؟ لأنه ممكن تجي لي بقى ايه the reproductive part in the plant. reproductive parts of plant. ممكن يقول لي right scientific term. A part of plant responsible، مسؤول عن الريبرودكتيف او الريبرودكشن، مسؤول عن التكاثر. مين الجزء اللي مسؤول عن الريبرودكشن؟ فلاور الفلاور مين اللي ممكن مسؤول؟ انا اقول الفلو. خلاص طيب. طب الفلاور عملت السيد، خلاص ميك سيد. المفروض السيد دي المفروض تنتشر من مكان لمكان، صح؟ بيحصل لها سيد ديسبيرسل. يعني ايه سيد ديسبيرسل؟ وكلمة ديسبيرسل دي هنلاقيها كتير لازم تتحفظ. ديسبيرسل يعني انتشار. ان السيد ترانسبورت فروم وان بليس تو انذر، ان السيد هتمشي من مكان تروح لمكان، من مكان لايه؟ لمكان. تمام؟ يبقى اسمها ايه؟ احنا بس سيد خدنا سبارسل. برضو حاجة زي كده في النبا، انه مثلا البذور بتكون مثلا في فرو الحيوانات، كدمة ما دي الحيوانات، بقى اللي ولما هندرسها. بيمشوا مثلا بتقوم منصورة بقى في المكان وتطلع ده في للبلانت. الانجليش صح؟ ده ايوه خدناه في في الانجليش. الانجليش. احنا بقى نقطع في الساينس. فهنا بقى سيد ديسبرسل يعني انتشار البذور، يعني ان البذور ترانسبورت تنتقل من مكان one place to another place. يبقى انتشار